النهارده بيتكلم عن small village، قرية صغيرة. يبقى كلمة village يعني ايه؟ قرية. small village، قرية صغيرة. اسمها village of nowhere. village of nowhere. village of nowhere. طيب village of nowhere دي فين؟ في نيجيريا. village of nowhere دي فين؟ في نيجيريا. يبقى الدرس بيتكلم عن small village of nowhere in نيجيريا. يبقى قرية صغيرة في ايه؟ في نيجيريا. ايه اللي حصل في القرية دي؟ local people. يعني ايه local people؟ السكان المحلي، يعني سكان الايه؟ القرية. found، لقوا. find يعني يجد، الماضي منها ايه؟ found، لان بقى قديم، الحاجات دي قديمة. found، found يعني ايه؟ وجدوا. unusual objects، unusual objects، حاجات غير عادية، حاجات مش عادية. ايه هي الحاجات دي؟ فين الاول؟ under the ground، تحت الايه؟ تحت الارض. يبقى البداية عند small village of nowhere، قرية اسمها nowhere في نيجيريا. local people، السكان المحليون بيحفروا، لقوا unusual objects، حاجات غير معتادة. under the ايه؟ under the ground، تحت الارض. طيب الحاجات دي شكلها ايه؟ الشكل بتاعها، الوصف بتاعها ايه؟ beautiful clay sculptures. beautiful clay sculptures يعني ايه؟ كلمة sculptures يعني منحوتات، تمثال منحوت. و clay يعني الصلصال، يبقى تماثيل جميلة منحوتة من الايه؟ من الصلصال. تماثيل جميلة منحوتة من الايه؟ من الصلصال. of human، طب شكلها على شكل ايه؟ humans، بني ادمين. of humans، يبقى beautiful clay sculptures of humans، من الاشكال ايه؟ بني ادمين، ولكن غير عادية. all in the same style، all in the same style يعني ايه in the same style؟ كلهم شكل واحد، نفس الشكل، خلاص كده. يبقى all in the same ايه؟ style. طيب الستايل الشكل بتاعهم ايه؟ تعالوا بقى نشوف الوصف بتاعهم ايه. large eyes، عيون كبيرة كده وضخمة. large eyes، complicated hair، شعر معقد اللي هو الشعر الكثيف ده. complicated hair in a sitting position، في وضع الجلوس، قاعدين وحاطين ايدهم على رجليهم كده. يبقى in a sitting ايه؟ position. يبقى شكل التماثيل دي ايه؟ large eyes، عينيها ايه؟ ضخمه. complicated hair، شعر ايه؟ مجعد وايه؟ ومنحكش كده. in a sitting position، في وضع الايه؟ الجلوس. تمام كده؟ الحكايه يمشوها واحده واحده معايا. خلاص؟ طيب ايه الغريب بقى عن الحاجات ديت؟ الغريب عن الحاجات، طب بعد كده السكان المحليون لما لقوا الحاجات دي عملوا ايه؟ جاء بقى علماء من الاركيولوجيستس، اركيولوجيستس اللي هم علماء الايه؟ علماء الاثار، نادوا علماء الاثار. يبقى اركيولوجيستس جم بقى عشان يدوروا يشوفوا في حاجات ثانيه ولا لا، اكتشفوا حاجات ثانيه. فاوند اوت مور، فاوند اوت مور، اكتشفوا اكثر، لقوا حاجات اكثر من كده بكتير، اكتشفوا اكثر من ذلك. طيب ايه الحاجات اللي لقوها تاني؟ ايرون ستون، ايرون ستون، حاجات مصنوعه من الحديد. اللي بيدل على الحضاره دي متقدمه ولا لا؟ الحاجات اللي بتلاقيها، حاجات خشبيه يعني بتبقى حضاره بدائيه شويه، حاجات حديد بقى زي القدماء المصريين عندنا كده، حاجات تلاقيها من الجرانيت والحديد، تعرف ان الحضاره دي كانت متقدمه جدا. ادام وصلت لمعدن الحديد تبقى تعرف ان الحضاره دي كانت متقدمه. ليه؟ لان زمان ما كانش في حاجه بتقطع الحديد، فازاي كانوا بيقطعوا الحديد ويشكلوا منه؟ دي حاجه مجهوله لحد دلوقتي، محدش يقدر يعرف لحد دلوقتي، ما يعرفوش الفراعنه عملوا الحاجات دي كلها ازاي، نحتوا التماثيل ازاي، عملوا الاهرامات ازاي، ما نعرفش. كل الحاجات دي ميستري. ميستري يعني ايه؟ لغز. ميستري يعني ايه؟ لغز. يبقى في حاجات لحد دلوقتي احنا لغز بالنسبه لنا، ما نعرفش هي اتعملت ازاي. فان هم يلاقوا تماثيل مصنوع من الحديد ده معناها ان الحضاره دي كانت بصوا طايره في السحاب. ازاي هتقطع الحديد وهتشكل عليه اشكال ازاي؟ صعب جدا. احنا لسه عارفين قطع الحديد قريب بالليزر والحاجات الجديده دي. تمام كده؟ طيب وفارمنج تولز، ادوات ايه؟ زراعه. ادوات ايه؟ زراعه، معناها ان هم كانوا بيزرعوا وصنعوا حاجات للايه؟ للزراعه وشكلوها. تمام كده؟ يبقى فارمنج ايه؟ فارمنج تولز وارمستون. طيب نيجي بقى بعد كده، ايه بقى اللي مميز في الحاجات دي؟ الحاجات دي the quality was incredible، the quality جودة ذات جودة عالية، كل حاجة منحوتة بدقة،
ايه المميز بالنسبه لها؟ ان الكواليتي الجوده was incredible. كلمه incredible لا تصدق، حاجه كده خيال لا تصدق. The quality was incredible. خلاص كده لحد دلوقتي the culture الثقافه بتاعتهم the culture of Nook الثقافه بتاعت Nook دول still a mystery لحد دلوقتي. لغز زي عندنا الفراعنه كده لحد دلوقتي في حاجات محدش لسه يعرفها لحد دلوقتي mystery. العلماء الاثار ما عرفوش يعرفوا يعني كانت مين الحضاره دي ولا كانت ايه. ليه بقى؟ في حاجه مميزه، القدماء المصريين كانوا بيكتبوا كل حاجه، الحضاره دي ما فيش اي حاجه مكتوبه. No written information، ما فيش اي، كان ميزه القدماء المصريين ان اي حاجه كانوا بيعملوها كانوا بيسجلوها على الجدران، على الحوائط، على المسلات، اما الحضاره دي ولا لقوا ولا كلمه، هم كل اللي لقوه حاجات منحوته بس بعنايه. خلاص كده يبقى الحضاره دي ما نعرف عنها حاجه لحد دلوقتي، ما حدش يعرف عنها حاجه. ليه؟ نو ريتن انفورميشن، ذير از نو ريتن انفورميشن، مفيش معلومات ايه مكتوبه، كل اللي لقيناه تماثيل. طب هنعرف حياتهم كانت ازاي، هم كانوا عايشين في امتى، الحاجات ديت كانوا عايشين ازاي، ما نعرفش. ليه؟ عشان مفيش اي حاجه مكتوبه. هي كانت جريت سيفيلايزيشن اوف نو، سموها حضاره نوك العظيمه، ولكن تعرف حاجه عن التفاصيل؟ ما نعرفش حاجه عن التفاصيل. يبقى جريت سيفيلايزيشن، كلمه سيفيلايزيشن يعني حضاره. جريت سيفيلايزيشن اوف نوك، حضاره نوك الايه؟ نوك العظيمه. ده كل القصه بتاعت نوك. سهله؟ انا حطيت لكم الكلمات المهمه في الاجزاء دي. يبقى اول حاجه القصه بدات فين؟ وير؟ small village Nook in Nigeria. ايه اللي حصل؟ local people found unusual objects، لقوا حاجات غير عادية. فين؟ under the ground. الحاجات دي كانت ايه؟ ها beautiful large sculptures of humans، منحوتات جميلة من الصلصال على شكل ايه؟ بني ادمين. شكل البني ادمين دول عامل ايه؟ in the same style، بنفس الشكل، كلهم نفس الشكل. large eyes، عيون كبيرة. complicated hair، شعر ملون كده وايه ومنحتش، مش ايه complicated، معقد يعني ان هو مش متسرح، شابك كله في بعضه. in a sitting ايه؟ sitting position. sitting position وضع الايه؟ وضع الجلوس. طيب الحاجة المميزة ان الايه؟ quality was incredible. quality was incredible، جودة عالية. الحضارة دي mystery، لغز ليه؟ there is no written information. there is no written information، مفيش أي معلومات مكتوبة عن الايه؟ عن الحضارة دي. طب سميناها ايه؟ great civilization of Nook. great civilization of Nook. وما ننساش ان هم نادوا archaeologists، وكلمة مهمة جدا، علماء الآثار. يعني ايه archaeologists؟ علماء الآثار. لما جم اكتشفوا found more، found out more، لقوا حاجات أكتر زي iron stone farming tools، أدوات للإيه؟ أدوات للإيه؟ للزراعة. كده احنا جمعنا معظم الكلمات المهمة عندي في الدرس، تعالوا بقى نعلم عليها عندنا في الدرس، عشان طبعا كمية كلمات رهيبة مش هنقدر ناخدها كلها. كلاين اللي هي الصلصال، وأركيولوجيستس احنا هنسمع الناس، وسكابتشرز